الأجسام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد في برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن تقوس الساقين وأثر هذا التقوس على الجهاز الحركي بشكل عام وعلى وضعية الجسم. ضيفنا الدكتور هشام عبد الباقي، استشاري الجراحة العظمية في مركز الموسى لجراحة اليوم الواحد في دبي. طرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور هشام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا دكتور هشام. في بعض الأحيان قد يعاني الشخص من آلام لدى المشي، لدى صعود الدرج، أي أثناء الوقوف، وطبعا لا يعرف أن هذا الأمر يرتبط أو يتعلق بتقوس الساقين أو بمشاكل في القدمين. فتقوس الساقين دكتور، في البداية ماذا نقصد به؟ تقوس الساقين معناها أن عظمة الفخذ وعظمة الأصبع ما يكونوش على استقامة واحدة. احنا عارفين أن مفصل الركبة عبارة عن التقاء العظمتين دول، عظمة الفخذ وعظمة الأصبع، والطبيعي أن العظمتين يبقوا على استقامة واحدة، وفي الحالة دي بيكون التحميل على سطح المفصل متساوي على جميع أجزائه. ولكن في بعض المرضى بيبقى فيه عندهم تقوس، يعني العظمتين ماماش على استقامة واحدة، بحيث أن الركبتين يبقوا بعاد عن بعض في حين أن القدمين متلاصقين مع بعضهم. والمشكلة في الحالة دي أن ده بيحط عبء زيادة في المفصل على الناحية الداخلية للمفصل، وبالتالي قد يسبب بمرور الوقت أن المريض يحصل عنده خشونة أو تأكل في الغضريف على الجهة الداخلية. وللأسف أوقات كتير قوي المرضى ما بيبقوش مدركين لأن عندهم خشونة، أنه عندهم تقوس في الصفحة في العظام الساق، وده بيخليهم مجرد ياخدوا علاجات ومسكنات وكذا من غير ما يعالجوا السبب الأصلي للمشكلة اللي هو تقوس الساق. نعم، والأسباب دكتور؟ هو في الحقيقة في تقوس بيحصل في الأطفال وفي تقوس بيحصل في كبار السن. في الأطفال احنا برضو مش عايزين نقل الأهالي كتير، طبيعي أن الطفل أول ما بيبتدي يولد بيبقى عنده شوية تقوس بسيط في الرجلين، وده بيبقى شيء طبيعي، ومع النمو بيتعزل على سن سنتين أو ثلاث سنين، ودي ما هيش حاجة مقلقة، ولكن يكفي فقط في المرحلة السنية دي أن احنا نتأكد أن الطفل بيتناول كفايته من الكالسيوم اللي هي الألبان ومنتجات الألبان والبيض، وأنه بيتعرض للشمس بكمية كويسة بحيث أنه ميبقاش عنده نقص في فيتامين د. والأغلبية العظمى من المرضى دول بيتعافوا من غير ما يحتاجوا أي علاجات أكتر من كده. لكن لو لقينا أن درجة التقوس في الأطفال زايدة شوية عن الطبيعي، الأفضل أن احنا نعرضه على أحد أطباء العظام، أن برضو في بعض الأمراض زي مرض اسمه مرض بلاونت بيؤدي إلى حدوث تقوس في الساقين، والتقوس ده بتبقى الدرجة بتاخده شديدة، ولا يكفي أن هو المريض ياخد الكالسيوم والفيتامين دي عشان يتم استعدال التقوس ده، وقد يحتاج لعلاجات أخرى للتخلص من التقوس عنده. برضو في مرحلة تانية بقى، مرحلة الشباب من ابتداء من سن 19 سنة وطالع، أوقات كتير بيبقى فيه عندهم التقوس ده موجود، يا إما نتيجة حاجة وراثية من الأول وهم مش ملاحظين أن التقوس ده موجود، أو أن نتيجة وجود زي لين عظام في مرحلة سنية وما تعالجتش بدرجة كافية في الأول. في الحالات اللي زي دي احنا بننبه المرضى لو هو التقوس الدرجة بتاعته كبيرة، يعني بمعنى ان المريض يقدر يحط صبعين او ثلاثة ما بين مفصلين الركبة، الافضل انه يعرض نفسه على احد اطباء العظام، لان اوقات كتيرة التقوس ده بمرور الوقت يؤدي الى حدوث خشونة متقدمة في مفصل الركبة في سن مبكرة شوية. والحالات دي علاجها بيبقى بسيط بجراحة، الجراحة دي بتتم من خلال جرح صغير، الجرح ده لا يتخطى 5 أو 6 سنتي. ولكن أوقات كتيرة للأسف بنلاقي أن الشباب عندهم تقوس ويكونوا راحوا للأطباء والأطباء نصحوهم بأنهم يعدلوا التقوس، ولكن خوفا من إجراء جراحة بيسيبوا نفسهم كده والحالة تتفاقم لحد ما يبقى فيه خشونة والخشونة تبقى زيادة، وبدل ما المريض كان ممكن يعمل استعداد للتقوس ويعيش حياته طبيعي قد يحتاج في سن لاحقة بعد كده أنه هو يعمل جراحة مفصل صناعي. فاحنا بننصح المرضى لو في ملاحظه ما عنده عند ولاده او عنده هو نفسه تقوس، بحيث انه يقدر يدخل صبعين او ثلاثه ما بين مفصلين الركبه اثناء الوقوف، اثناء ما تكون القدمين متلاحمتين، الافضل انه يعرض نفسه على احد الاطباء للاطمئنان، وبحيث انه يتعالج بصوره جيده من الاول قبل ما يبقى في مشكله في المفصل بتاع الركبه نفسها. نعم، طيب موضوعنا عن تقوس الساقين، وضيفنا الدكتور هشام عبد الباقي، استشاري الجراحة العظمية في مركز الموسى لجراحة اليوم الواحد في دبي. وطرق التواصل على الهاتف 600551414،
الرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور هناك رسالة تقول: هل ألم الظهر له علاقة؟ لا، في الحقيقة أن ألم الظهر مهما كانت الدرجة بتاعة التقوس ما بيسمعش قوي على الفقرات القطنية أو الفقرات بتاعة الظهر، ودي بتبقى سبب مختلف عن التقوس. نعم. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، هل يوجد علاج للفلات فوت عند الكبار؟ لا، أغلب العلاجات اللي بيتم للكبار بتبقى هدفها أن احنا نوقف تدهور الحالة وأن احنا نحافظ على الفلات فوت ما يزيدش عن كده ونقلل الألم الموجود. وده عادة بيكون بأن احنا نرتدي فرشة معينة داخل الحذاء مع بعض التمارين. قليل جدا من الحالات اللي عندها تسطح في القدمين هي اللي تحتاج لتدخل جراحي، أن الجراحة بتاعتها ما هيش جراحة صغيرة، جراحة كبيرة شوية، ولكن نادرا ما بيتم اللجوء ليها. ولكن الأغلبية العظمى من المرضى اللي عندهم تسطح في القدمين بيعالجهم بيبقى بالفرشة، أن احنا نلبس وسادة جوه الحذاء. وفي الحقيقة ده مش هيضيع التقوس، مش هيضيع التسطح تسطح القدمين، ولكن هيوقف تدهور الحالة ويقلل الألم الموجود عند المريض. وعند الصغار دكتور، لأنه هي مشكلة شائعة عند الصغار طبعا. بالضبط. مهم جدا أن احنا في الصغر أن احنا نعرضه على دكتور عظام، ليه؟ أن في بعض الحالات قد تحتاج تدخل جراحي بصورة مبكرة من الأول، ودي بيبقى النتائج بتاعتها ممتازة، بيبقى فيه تلاحم ما بين عظام، دي بتبقى حاجة وراثية. ولكن برضو عايزين نلفت نظر الأهالي أن الأطفال الصغيرين عند ولادتهم بيبقى عندهم طبيعي تسطح في القدمين نتيجة وجود أنسجة دهنية كتيرة تحت الرجل، ودي حاجة مش مقلقة بالمرة، ولكن مفروض عند سن سنتين تبتدي التقوس الطبيعي اللي موجود في القدم تبان، لكن لو ما كانتش ظاهرة ساعتها الأفضل أنه يتعرض على دكتور عظام. نعم. طيب متى يعني يصبح التسطح عند الأطفال مقلق بالنسبة للأبوين دكتور؟ لأنه هاي المشكلة مثل ما حكينا أنه هي مشكلة شائعة، وهناك حتى اقتراحات عديدة، هناك من يوصي الأم من الجار أو الجارة أو الأخت أو الأخ بأنه يرتدي أو يمشي حافيا، والبعض يعني هناك توصيات كثيرة. للأسف هم حاولوا حاجات كتيرة في محاولة لعلاج التقوس، زي التمارين، زي أنه يمشي حاف على الأرض زي ما حضرتك تفضلت قلت، زي أنه يمشي على أحجار. نعم. فاكرين أن الحكاية دي ممكن تساعد على أنها تعالج التسطح القدمين، ولكن للأسف ما فيش حاجة منهم أثبتت أنها مجدية في الحالات اللي زي دي. وبالتالي مش عايزين نضيع وقت الأهل والأطفال في أنهم يعملوا حاجات مش مطلوبة أنها مش هتؤدي لأنها تقلل الحالة نفسها. نعم. لذلك دائما في حالة الشك بوجود مثل هذه المشكلة يمكن مراجعة الطبيب، ومن ثم الطبيب يضع يعني يتأكد منها ونعم ويضع الخطة العلاجية المناسبة. حتى طبعا دائما نقول التشخيص الباكر مهم جدا ويقينا من المخاطر باعتبار يكون هناك تدخل أيضا باكر. بعد الفاصل نتابع حديثنا عن تقوس الساقين وتأثير هذا التقوس على وضعية الجسم وعلى أيضا الجهاز الحركي مع ضيفنا الدكتور هشام عبد الباقي استشاري الجراحة العظمية بمركز الموسى لجراحة اليوم الواحد في دبي. دكتور هشام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك رسالة عبر الرسائل النصية القصيرة: هل السمنة والوزن الزائد يمكن أن يؤدي لتقوس القدمين، تقوس الساقين المقصود عند المراهقين؟ كويس، ده سؤال ممتاز جدا. هو للأسف أن الزيادة بتاعة الوزن بتحط عبء زيادة على المفاصل بتاعة الركبة. وإحنا بننصح المرضى كلهم أنهم يحاولوا قدر المستطاع أنهم يوصلوا للوزن المثالي اللي هو بنقول تقريبا أن الطول ونشيل منه 100. فالمرضى اللي عندهم تقوس بسيط ومش هيحتاج تدخل جراحي، أهم شيء في العلاج بتاعهم هو أنهم يقللوا وزنهم الزايد، عشان ده هيقلل العبء على المفصل بتاع الركبة. بالإضافة لكده بننصحهم بأربع حاجات يتجنبوها عشان ما يحطوش عبء زيادة على المفصل، وهو تجنب الوقوف لفترات طويلة مستمرة، وتجنب طلوع نزول السلم بكثرة، وعدم الجلوس على الأرض وتاني الرجل جامد تحتينا، أن الحاجات دي كلها بتزود العبء على مفصل الركبة، فبتزود فرص حدوث خشونة في المفصل. بننصحهم برضو أنهم يمارسوا الرياضة، ولكن مش أي رياضة. الرياضات المناسبة بالنسبة للمرضى دول هو المشي، بس نكون لابسين أحذية رياضية متبطنة كويس. والشيء الممتاز جدا في الرياضة هو عمل التمارين في المسبح. عمل التمارين في المسبح بيشغل عضلات الجسم كلها وبيزود القوة بتاعة العضلات من غير ما يبقى فيه تحميل على المفصل، لأن بيبقى 90% من الوزن متشال بالمية. ولكن ننصحهم بتجنب الرياضات اللي بتحط عبء جامد على الركبة، زي كرة القدم، زي الرياضات اللي فيها قفز أو وثب أو كده. طيب
في حالة الكبار السن، يعني اللي مش كبار السن مقصود يعني من هم في الخمسينات أو الستينات، لا أتكلم على أيضا من هم في عمر الشباب في العشرينات أو الثلاثينات ولديهم تقوس في الساقين، ما العلاج دكتور؟ لو التقوس الدرجة بتاعته بسيطة بنكتفي بالتعليمات اللي احنا قلناها، ولكن لو الدرجة كبيرة بنحتاج نعمل تدخل جراحي، لأن للأسف من بعد سن 17 أو 18 سنة ما فيش فرصة للعظمة أنها تعدل التقوس ده لوحدها، ما فيش حل غير الحل الجراحي. وإحنا بنقيش الزاوية بتاعت التقوس أولا، بنشوفها بصورة إكلينيكية على المريض بالفحص، وفي أشعات مطلوبة بنعملها للمريض بتصور الرجل كلها من أول مفصل الفخذ لحد مفصل الكحل، وهي دي اللي على أساسها بنقيس الزاوية بتاعت التقوس وبنكرر مدى الحاجة لإجراء الجراحة. الجراحة زي ما قلنا أنها بتتم من خلال جرح صغير 5-6 سنتيمتر، بنعمل شق عظمي غير كامل في عظمة القصبة وبنحطها في الوضع السليم بتاعها وبنثبتها في الوضع ده باستخدام شريحة ومسامير أو باستخدام مثبت خارجي، والجراحة دي النتائج بتاعتها ممتازة جدا، والمريض ما بيحتاجش يبات في المستشفى غير ليلة واحدة بس، ولكن بتوفر على المريض مشاكل كثيرة لاحقا لو هو ساب التقوس واكتفى بأن هو ياخد مسكنات أو دهانات وكده، ده هيؤدي لتفاقم الحالة بتاعته ويؤدي لخشونة في سطح المفصل بتاع الركبة. طيب بعد العلاج ما هي التوصيات، ما هي الإرشادات التي يجب أن يلتزم بها المريض؟ هو في الحقيقة لو عملنا المريض استعدال للتقوس، الحاجة الأساسية اللي بننصحه بيها أنه يحافظ بقى طول عمره على وزنه المثالي، ما يزودش الوزن كتير، وما يعملش الحاجات الأربع حاجات اللي احنا قلناها اللي بتحط عبء جامد على الركبة، اللي هي الوقفة الكتيرة وطلوع نزول السلم والقعدة على الأرض وتاني رجل جامد تحتينا. طيب عندي أيضا رسالة تقول عندي طفلة عمرها 6 سنوات وعندها تقوس برجل واحدة وعندها تقوس أو انحناء بالعمود الفقري. تمام، هو أوقات كثيرة التقوس لو كان في رجل واحدة، عشان حضرتك بتسأل إذا كان التقوس بيأثر عمود الفقري ولا لا، لو في تقوس في الساقين ما بيأثرش في العمود الفقري، ولكن لو في تقوس في ناحية واحدة بس في الحالة دي الرجل المقوسة بتبقى أكثر من الرجل المقابلة ليها، وبالتالي ده بيخلي المريض يمشي وفي ميل في الحوض، وده قد يؤدي إلى تقوس العمود الفقري، وبالتالي حالة زي دي جزء من العلاج بتاع العمود الفقري هو ان احنا نعدل التقوس اللي موجود في الرجل، سواء كان علاج تحفظي او علاج جراحي، ده المريض اللي بيقرره بناء على الفحص وبناء على التحاليل اللي بيعملها للمريض والأشعات. لو يعني شخص لديه تقوس وطبعا يعني لم يقتنع، لم تتوفر لديه ظروف لإجراء العمل الجراحي أو العلاج، ما هي المضاعفات التي قد تنجم وأيضا الأعراض التي يعاني منها جراء بقاء هذه المشكلة دون علاج؟ للأسف أن التقوس لو كان مستدعي تدخل جراحي ولم تتم الجراحة، من المتوقع أن التقوس نفسه يزيد بمرور الوقت، وده بيحصل لسببين. أول سبب منهم أن زيادة التآكل على الجهة الداخلية فقط لمفصل الركبة دونا عن الجهة الخارجية، ده في حد ذاته بيزود التقوس اللي موجود في الرجل. الحاجة الثانية أن الأربطة الخارجية اللي موجودة على الناحية الخارجية لمفصل الركبة بيحصل فيها ترهل بمرور الوقت، وده في حد ذاته برضو بيزود التقوس، وعشان كده بنلاقي مرضى كتير يجونا في حالة متأخرة ونقول لهم ده انتوا عندكم تقوس، فهم نفسهم يقولوا ان التقوس ما كانش كده من الاول، وان التقوس ده كان بسيط، ولكن بمرور الوقت وبزياده الالم الدرجه بتاعه التقوس زادت، وعشان كده بنقول احنا نلحق قبل ما يحصل الحكايه دي، عشان كمان الجسم مالوش للاسف قدره على اعاده بناء غضاريف من اول وجديد، فاحنا مش عايزين يجي لنا خشونه وبعد كده نبتدي نفكر في العلاج، فاحنا عايزين نتجنب الخشونه بان احنا نعدل التقوس في اول مراحل بتاعه. نعم، هذا ما نتمنى دائما، ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو، وموضوعنا عن تقوس الساقين، ضيفنا الدكتور هشام عبد الباقي استشاري الجراحة العظمية في مركز الموسى لجراحة اليوم الواحد في دبي. دكتور هشام، يعني نزود المستمعين والمستمعات بأهم النصائح، أهم الإرشادات للوقاية من هذه المشكلة، وأيضا لحتى نتمتع جميعنا بالصحة دون مشاكل، خصوصا أن هذه المشكلة أيضا يعني تأثيرات جسدية وأيضا لها تأثيرات جمالية ونفسية أيضا دكتور. بالضبط كده. هو في الحقيقة هم نصيحتين أهم حاجة، ودي للأسف دي الحاجة اللي احنا بتشوفها بتسبب مشاكل كثيرة في مجتمعنا في الشرق الأوسط بصفة عامة، وهي أن احنا ما بنقللش الوزن غير لما بيحصل مشكلة،
وساعتها بيبقى تقليل الوزن اصعب شويه من لو كنا عملناها من غير ما يبقى فيه الم. ان احنا عاده بنشوف الدايره المغلقه دي ان مريض وزنه زياده فجيله وجع في ركبته فما بيتحركش فوزنه ما بيقدرش ينزل وهكذا. فاحنا اول نصيحه ان احنا لازم نهتم جدا بتقليل الوزن من قبل ما يحصل اي مشكله بالنسبه للمفاصل بتاعه الركبه. النصيحه الثانيه وهي ان احنا نحاول نتبع التعليمات اللي بيقولها لنا الطبيب. ان احنا للاسف بنشوف حالات كثيره فيها خشونه متقدمه ولما بنسال المريض ما رحتش لدكاتره قبل كده وما حدش قال لك ان في عندك تقوس محتاج استعدال فيقول لك فعلا الدكاتره قالوا لي كده ولكن احنا خفنا من العمليه فما حبيناش نعمل عمليات وخصوصا وقتها ما كانش الوجع جامد ولكن الموضوع تطور لحد ما بقى الالم شديد. وعشان كده النصيحه الثانيه بنقول ان لو حضرتك توجهت لاي طبيب نتبع راي الطبيب ده. لو احنا مش مطمنين قوي لرايه ما فيش مانع ان احنا ناخد راي طبيب او اثنين ثانيين ولكن لو في اجماع على انك انت محتاج جراحه ما ناخرش الجراحه دي ونتكل على الله ونعملها ان شاء الله. نعم. رساله تقول سؤالي للدكتور هشام كيف يتم تقوس القدمين؟ المقصود طبعا يعني اعتقد هو تقوس الساقين. الساقين نعم. نعم نعم القدمين يحدث بهما طبعا يعني تسطح هو اكثر. نعم 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 تقوس الساقين الاسباب الشائعه بتاعته اكثرهم شيوعا هو لو في لين عظام. لين عظام ده معناه ان المريض عظمه لين بس بيحصل في الاطفال نتيجه عدم تناول كميه كافيه من الكالسيوم سواء في الالبان او منتجاتها او البيض او عدم تعرضه للشمس بدرجه كافيه واحنا عارفين ان الشمس هو اللي بيخلي جسمنا ينتج فيتامين د. نعم. وفيتامين د ليه وظيفتين مهمين بالنسبه لنا انه بيزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء وبيزود ترطيبه في العظام. فلو في مريض ما بيتناولش كالسيوم كفايه او ما بيتعرضش للشمس كفايه بيبقى عنده لين في العظام فده بيساعد على ان يحصل تقوس. ولكن في جزء من التقوس بيبقى ناحيه وراثيه للاسف. ودي مش هنقدر نتجنبها وخصوصا للاسف في المجتمع بتاعنا في الشرق الاوسط في نسبه كبيره من حكايه تقوس الساقين ودي مش شرط ان هي بس تبقى ناتجه من ان يبقى في لين عظام في سن صغيره ولكن الناحيه الوراثيه بتلعب دور فيها. طيب يعني هي المشكله طبعا دكتور الخوف من العمليه هذا واجب الطبيب يعني الطبيب حينما يذهب المريض الى الطبيب يجب ان يوضح له يعني كيف تجرى العمليه ما هي التاثيرات الجانبيه ما هي المضاعفات وكيف يمكن التغلب على هذه المضاعفات كيف يمكن تفادي هذه التاثيرات حتى يوضح له كل شيء وحتى يزول هذا الخوف لانه المشكله اللي عم بتصير انا عندي مشكله مثلا في عندي الام في عندي اللي هو بتناول الادويه وما في داعي للمشرط وما في داعي للعملية فنتمنى دائما أن يكون هناك توعية في هذا الموضوع هناك كل كلام حضرتك مضبوط تماما أنا ما كنتش عايز أتطرق للموضوع ده ولكن للأسف في كثير من الأطباء لما بيقولوا للمريض على العملية مش بيقولوا له مثلا أن في شق عظم في العظمة بتاعة القصبة ولكن بيقولوها بصورة مفزعة بيقولوا إحنا هننشر لك العظمة بتاعة القصبة هنكسرها لك فالكلام المرعب ده طبعا المريض ليه حق يخاف يقول لك ايه بنصور رجلي وهكذا فبرضو احنا بننصح الاطباء الزملاء واولادنا الاطباء ان طريقه تقديم الجراحه للمريض دي حاجه مهمه جدا ان احنا ما نخوفوش منها فننتقي الالفاظ اللي احنا بنقولها بحيث ان المريض ما يبقاش عنده هلع طبعا لو انا قلت للمريض ان احنا هننشر لك رجلك طبعا مش ممكن يعمل العمليه نعم ونستخدم المنشار ونستخدم المطرقة وأيضا مسامير يعني معدنية وما شابه ذلك طبعا هذه الأمور التقنية للأسف يعني المريض ليس معني بها ونهائيا المريض يحتاج إلى معلومات مبسطة يحتاج إلى أيضا توضيح الفوائد وأيضا توضيح السلبيات إذا كانت هناك سلبيات طبعا هذا الأمر مهم جدا وهناك رسالة أيضا ما المقصود بتسطح القدمين أو القدم المسطحة تمام إحنا الطبيعة في القدم الطبيعية أن إحنا لو واقفين على رجلنا الجزء الداخلي من القدم لا تلامس الأرض بيبقى فيه قوس حتة عاملة زي القبة كده مرفوعة من على الأرض المفروض أن دي ما توصلش للأرض وده بيساعد في الحقيقه من الناحيه الميكانيكيه في الحركه والمشي وان الواحد يقفز ويلعب رياضه وهكذا. فسطح القدمين معناها ان الناحيه الداخليه دي انها اصبحت ملامسه في الارض. ويصاحب الحكايه دي ان بيحصل الام في القدم وخصوصا مع المشي لفترات طويله او الوقوف لفترات طويله. نعم.
طبعا الوقت انتهى، لكن الحديث عن هذا الموضوع لم ينتهي، وهناك الكثير من الحالات المرضية التي تستحق حقيقة أن نتوقف عندها وأن نوضح ماهيتها وكيفية التعامل معها وأيضا كيفية الوقاية منها، لكن الوقت انتهى. شكرا لك دكتور هشام عبد الباقي، استشاري الجراحة العظمية بمركز الموسى لجراحة اليوم الواحد في دبي. دكتور هشام شكرا جزيلا لهذه المعلومات. أنا المتشكر جدا أفندم، وتمنياتي لجميع المستمعين بالصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لكم جميعا.